يواصل معرض السلع الغذائية بدمياط بيع جميع السلع بأسعار مخفضة. أكد مدير الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بدمياط وليد الشناوي أن المعرض يضم 20 قسما على مساحة 2500 متر مربع، يشارك فيه 12 عارضا، وقاموا بتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. طبعا مبادرة يعتبر من المبادرات الممتازة جدا، لأن الأسعار هنا يعتبر في المعرض مخفضة جدا بنسبة من 20-30%. المعرض الحمد لله متوفر فيه كل السلع الغذائية من خضروات وفاكهة، وعندنا دواجن ولحوم، وموجود أيضا الرز والسكر والزيت، كل ده موجود بأسعار يعني مخفضة بشكل كويس جدا. والله أنا جيت هنا والأسعار هنا جميلة جدا، وجميع السلع متوفرة جدا وبجودة عالية. المعرض جميل قوي، في حاجات حلوة قوي، في حاجات رخيصة جدا، يعني البيض بره ب 130 و 135، هنا ب 120، حاجة كويسة.